تحضيرات ديال الضياف اختي جايه اليوم الضياف غادي يفطروا عندي ايوا انا هنايا الصباح خصكم كتوجد الجوج راه كتصافي كنعمر في البطبوط الحريره تبارك الله طايبه باش غادي يبقاو ليا نقاد هنايا غير لينيم ونصاوب واحد البلا هكاك في الفران خلاص باقي البسيطلا ديال الدجاج باقي تبارك الله كلشي. بالنسبه لبنات البطبوط اللي كيقولوا لي راه الحشوه ما غاديش طيب، واش اختي جربتي كليتي دقتي عفتي الحشوه؟ من الاحسن انا كننصحكم وكتبقى يعني الاختيار ديالكم ديريها هكاك خضره، ولكن البصله كتقل تقطعيها رقيقه، الفلفله كتقطعيها رقيقه، الشحمه كتقطعيها رقيقه. هذا اختي البطبوط المفضل ديال المزابي ضروري ومؤكد وني تتسالى، وخاصني نقاد هنا الطبيله ديالي. صافي درت هادو الحشوه كندير فيها درت فيها جوج بصلات جوج فلفلات وحده حمراء وحده خضراء، الزيتون مقطع، قزبر ومعدنوس، الشحمه حتى هي مقطعه، الا ما كتعجبكمش الشحمه ديروا الكفيته ولا اكتفيو بها غير هكاك، شويه ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير زويته بلديه، وهنا كندير فيها العطريه ديال الكفته مع شويه السودانيه كتعطيها واحد البنه ما نقول لكم شالكوبيدات ديالي. صافي هنايا هاد العجينه ديال البطبوط خرج منها جوج، يعني درت العجينه وخرج منها واحد يكون عندي خاوي باش ياكلوا به وواحد يكون معمر. صافي هنا دست كنقرص البطبوط ديالي من بعد ما عمرته خليته كيرتاح شويه، ما نقول لكم شي كبيدات كيجي هذا البطبوط هذا واعر، يعني غادي نعمر به الطبيله ديالي ونيت سالا اصلا المزابي راه عارف راه وليتو عارفين قصو مع البطبوط في رمضان. بالنسبه للحشوه شنو درت فيها كما قلت لكم ما كنشحروها ما والو، حتى الشحمه ما والو، كتجي بنينه بنينه بنينه. بالنسبه خديت جوج بصلات مشلدين رقاق، جوج فلفله حمراء وفلفله خضراء، ودرت هنا الزيتون المقطع، قزبر ومعدنوس، شويه ديال الشحمه هي مقطعه باش كتطلق البنه ديالها، العطريه ديال الكفته مع شويه ديال السودانيه، فلفله حمراء، شويه ديال الكمون، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، وصافي وكنخلطها بزويته بلديه ونعمرو بها. صافي راه قرصت اللي معمر، دابا كنقرص هذا الخاوي. بالنسبه للعجينه درت فيها الطحين، جوج زلايف كبار ديال الطحين، زلافه ديال الفينو، الخميره المعجونه مليحه، ودرت فيها شويه ديال العسل باش كتعطي فيه داك التحميره ملي كيطيب. راك شتو البطبوط ما شاء الله، ولا المخمر عرفتي كيقولوا لي راه غلا، واش كلتو هو كيجي بحال السفنج من الداخل، ياك السفنج كيكون عالي ومجعب من الداخل، وكذلك ومثال. بغيت نشارك معكم العجينه باش كنوريكم الطريقه كيفاش كنطحن بعداك الفينو مع الماء وداكشي عاد كنضيف الطحين، ولكن اختي هاد الصباح كتعرفوا ملي كتكون عندك الضيف ويدي غير بوحدي المزابي كيعاوني مشات قدا جاب داكشي اللي خاص، ان شاء الله غادي نشارك معكم. دابا كنقرصو ونخليه شويه 10 دقائق وندوزو نخبزو. وحالتي شنو ديري الفطور؟ اجي اختي نوريك هنا واحد الفخيضات ديال الدجاج غادي نصاوبوهم هنايا في الفران بواحد لاصوص كتجي غزاله غزاله. المهم خديت هنا فخيضات ديال الدجاج، خديت هنا كميه كثيره، عادشي 12 ولا 14 مابقيتش عارف علاش هم فخيض ديال الدجاج هذوك الصغارين. صافي هنايا درت عليهم واحد جوج فصوص ديال الثومه هكا قرطتهم، هادو ما كيدار فيهم لا قزبر لا معدنوس، كنديروا فيهم واحد لاصوص كتجي زوينه، كندير فيهم الابزار، غادي ندير فيهم شويه ديال السكينجبير حيت الدجاج عندي مغسول بالسكينجبير والملحه، شويه ديال الخرقوم، غادي نديروا شويه ديال عطريه ديال الدجاج وشويه ديال الكريم فريش، وغادي نديروا شويه ديال لا موطار، تقريبا شي معلقه كبيره درت هنايا ديال لا موطار، يعني العطريه كتبقى على حساب الكميه ديال الدجاج اللي دايرين. كندير هنايا صوص صوجا كتعطيهم واحد البنه، هما وهذوك صوص ديال لي زويتر وكتعطيهم واحد البنه لهاد الدجاج يا البنات كيجي غزال غزال. صافي وكندير هنا زويته بلديه وشويه ديال الفلفله حمراء. صافي ودابا غادي نشار منهم وغادي نخليهم دابا شي ساعه هنايا كيمرقدي ليا باش يشربوا ليا هاد الشرموله هادي مزيان. هنا غادي يكون بلا فيه شويه ديال الخضره طايب غير في الفران محمر. صافي خديت المول ديالي الكبير درت فيه البطاطا والفلفله قطعتها ورشيت على البطاطا شويه ديال الملحه هي وداك الفلفله، ودرت هنايا مطيشه سوريز كتعطي هي البنات هاد البنه غزاله غزاله، مطيشه سوريز كتعطيهم لهاد الطبق هذا. صافي غادي نستف هنايا الفخيضات ديالي كاملين، غادي نستفهم يعني بشكل عشوائي شويه من هنا وشويه من هنا. البنه ديال هاد الطبق هذا ان شاء الله حتى تجربوه، داك لي صوص كيعطيوه واحد المذاق، واصلا كيتحمروا لينا داك لي صوص كتعطيهم حتى التحميره ملي كتعري لهم على الوجه ديالهم كيتحمروا. راه ما نقول لكم شي الكبيدات كيفاش كيجي ورائعين رائعين. صافي هنايا بقات لي داك شويه ديال الشرموله كندير عليها شويه ديال الماء وكنديرها فوق الدجاج ديالي،
وكندير عليه شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزيت الروميه ضروري، باش هكا كيجي بنين اختي وكيجي زوين. صافي كنغطي بالبابي كويسون الالومنيوم وندخلو اختي يطيب تيتحم. ما يمكنش اختي ما تجربيش هاد لينيم هادو اللي كيكونوا بالصدر ديال الدجاج وبالبيشاميل ولا دانت فيمي، ناريه الكويدات على بنه فيهم، بالخصوص بداك الورقه هذيك ديال الشناوه كيجيوك مقادين واحد لينيم على مزويناتها. المهم اختي خديت المقله درت فيها جوج بصلات كبار، اليوم غندير كونتيتي كبيره حيت وليداتي حماقوا عليهم اون بليس عندي الضياف، غادي ندير جوج بصلات كبارات شلطتهم وغادي نشحرهم مع الزيت البلديه. زويته البلديه كتعطيهم واحد البنه، ومع جوج فصوص ديال الثومه. هنا الحريره ديالي اختي طايبه، هنا كانت الربعه الحريره طايبه البطبوط كنخبز فيه، ايوا اختي الحمد لله. المهم غادي نخليو البصيله هنا تشحر ليا مزيان. من بعد ما تشحرت ليا البصله ضفت ليها هنايا نقولك شي ثلاثه ديال صدورات الدجاج. المهم انا كنت اختي خاصله صدور ديال الدجاج وداك الركيبات ديال الدجاج اللي جبت البارح كلشي الصباح بكري غسلته وخليتهم شي ساعتين ولا ثلاثه السوايع في الملح والحامض والسكينجبير ودرتهم يستقطروا. والله يا اختي ما عرفت شحال درت، المهم درت شي ثلاثه وقيله ديال صدورات الدجاج. صافي كندافع ليهم البزار الملحه واحد الكاس ديال الماء باش كيطيب ليا داك الدجاج، وداك البصله ما كتحرقش ليا. ضروري تضيفوا كويس هكاك ديال الماء وكتخليو داك الدجاج كيطيب حتى كينشف من داك الماء، يعني كيبقى في ليديمه ديالو. وخلاص صوص بيشاميل راه ديجا البنات شاركت معاكم التحضير ديال صوص بيشاميل بالفرماج، كتجي رائعه وخفن زربن، يعني ما كتعذبيش معاها بزاف بالزربة. كتوجد لك هاد صوص بيشاميل وما نقولكش كبيدات البنه ديالهم كيفاش كيجيو، ما شاء الله ما شاء الله، خاصك ضروري ضروري تجربيهم. راه البنات كلهم ما شاء الله شكرهم في الكومونتيرات. صافي هنايا الدجاج صافي من بعد ما طفيت عليه، دابا قطعت داك لا دانت فيمي، باكيه ديال دانت فيمي هو اللي كيعطي صراحه كيسرعو. هنا عندي صوص بيشاميل بالفرماج، راه شوف تبارك الله كي كتجي معلكه كتجي هاد صوص بيشاميل. هنا راه كيما قلت لكم كنخبز اختي في البطبوط العادي، والبطبوط اللي عندي معمر بالبصله والفلفله والشحمه والزيتون. صافي كنحركهم هنايا مزيان هذيك العماره وغادي نخليها تبرد، عرفتي مع داك الفرماج وصوص بيشاميل راه ما نقول لكمش واحد البنه ديالهم. صافي غادي نخليهم هنايا مزيان كتبرد ليا عاد اخوتي باش ندوزو نعمرو بها الورقه ديالنا، كنديرهم انا دينيم صغار غنشاركهم معاكم ان شاء الله. المهم اختي هي البنه احسن ورقه ممكن تعمري بها لي سيجار ديالك بريستيج اختي، خصوص قدام الضياف يا اختي كي كيجيو ما شاء الله. اليوم اختي غادي نضيف عليهم تحسينات، اي اليوم غادي ندوزهم في البيض والشابلور باش هكا كيجيو مقرمشين. هما اصلا كيجيو مقرمشين كيجيو واعرين معلكين من الداخل داك الفرماج صوص بيشاميل لا دانت فيمي دجاج كيجيو خطير. راه البنات خلاو لي دي كومونتيرات ديالهم راه جربوهم كلشي كيقول لك كوثر جا واعر. غير كما قلت لكم اليوم اما دير شفت انا بغيتو ديرهم في كونجيلاتور، انا داك النهار درتهم في كونجيلاتور ما وقع لهم حتى شي حاجه. دابا واخا ندوزهم في البيض والشابلور غادي ندير الكميه اللي غادي نحط للضياف واللي شاط غادي نخشي في كونجيلاتور بالبيض والشابلور ديالو، غير كتجبدي نيشان عمل اللي جا في المقله يتقلع غير من الكونجيلاتور للمقله نيشان، يعني ما تخليهمش يدي كونجلاو حيت داك الساعه الورقه كتبقى تشرق لكم. صراحة وريقة زوينة هادي، والله ما بقيت عاقلة شحال خديتها، واش 3.99 ولا 2.99، والله ما بقيت عاقلة. أنا خديت منها ثلاثة الباكيات وجوج من الأخرى وخليتهم عندي في الدار. إوا أختي نكمل وندوزو نقليوهم. سر القرمشة ديال لينيم هما اللي ملي كدوزيهم في البيض وديرهم في لاشابلور كتولي فيهم واحد القرمشة واعرة البنات. القرمشة ديال لاشابلور مع ديال الورقة راه كتعرفي أختي راه في الدقيقة 90، هنا راه كتسبع الله رب وأختكم جالسة تجري. المزابي مشى يجيب إسلام كان عندو اليوم الكرة، ورا اختكم راني نجذب ونجذب ونقول ما نجذبش. صافي اللي كنوجدها كنديها للصالون، اللي كنوجدها كنديها للصالون هكاك باش الكوزينه كتخوى ليا. لما انا اختي عاوتاني ناري يا اختي البركه شحال في الماء ناري يا اختي الماء انا اختي ما كيتقاضاوش قسما بالله. كرهت اختي انا دابا كنقول لك كرهت الكوزينه. صافي اختي ما بقيتش باغا الكوزينه، غدا اختي وتقول ندير شي حاجه. صافي بقى ليا تبارك الله كلشي غدا اختي ربو من الكوزينه. صافي دابا عاد اختكم غادي تنوض تكسل عاوتاني الكوزينه باش تصبح لي نقيه، باش غدا ما غاديش نكون عندي واحد رونديفو. ايوا اختي هادشي اللي كاين ما عندنا ما نديرو. هنايا المول كانوا عندي البسيط لاتي ربي كيطيبو وكنقلي هنايا فهادو بجوج. كنوجد هنايا الطبيصلات ديال الشلاضه كلشي كلشي قديتو حطيته في الطبله لهي برعايه المزابي بطبيعه الحال مسكين كيعاونني وبزاف بزاف.
هانتي شوفي اللوين ديالهم ما شاء الله كيفاش كيجيو، كيزيدو كيعلاو. الا ما بغيتوش زعما ما ديروش فيهم لا شاب البيض ولا شابلور، كيبقى لكم اختيارين. انا داكشي اللي شاطليا كامل اللي فيه البيض والشابلور انا خشيته في الكونجيلاتور باش هكا يبقى الوقيته اللي كتبغي كما قلت لكم غير من الكونجيلاتور للمقله. شوفي لي نيم كيفاش قدمتهم، درتهم هنا في الطباسيل، درت الوريقات ديال الخاص، درت هنايا داك لاصوص ديال الشينواز، المهم جاو على مزيناتهم. اخيرا اختي كملت هنايا في الوقت. هانتي اختي غنشارك معاك كبيده الطبيله ديال الفطور، بصيت لهاد الحوت اللي كانوا عندي في الكونجيلاتور، البطبوط اختي معمر. عرفتي اش درنا؟ نقلب لك اختي التليفون حسن. البطبوط معمر البنات ما شاء الله، ما نقول لكمش كبيدات كيفاش كيجيو. هنا سينيا نيس، هنا درت اختي شلايضات هكا، بيضات مسلوقين، كل واحد بيضه مسلوقه ديالو. شباكي يا اختي، هادو البسيطلات بالحوت، هنايا شلايضات كما شفتوا البرايوات. المهم هذا هو الطبق اختي، كتشوفوا المريقه كيفاش كتجي خضره ومعلكه، وكيجي الدجاج محمر مع داك لاصوص. هنايا هادو هما لي نيم بالدجاج، وهذا والبيشاميل. هنا درت لهم هاد لاصوص هادي شينواز، كتجي واعره فيهم. البطبوط خاوي باقي اختي الحريره، عاد نحط دابا الزلايف ديال الحريره، نغطي دابا هاد المول هذا، انا صورته لكم صيحوا ليا. العصير، الماء، انا باقي اختي كنحط، كتعرفي اختي ملي كيكونوا الضياف خاصك تحطي شي حاجه تعمير الوجه، ما كاين اختي، عا جري جري جري. ايوا اختي الله يقبل منا ومنكم ان شاء الله البنات، الله يعطيكم الصحه. كتقولوا لي كوثر علاش كتحيدي الكومونتيرات ملي كتحطي الطاوله، حيت كيكثروا عليا الكومونتيرات، انا جوست اختي كنبارطاجي معاكم. لا اله الا الله محمد رسول الله، ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع هذا، انا جيست كبيدات كنبارطاجي معكم الوصفات اللي حضرت با بلوس، ما كان عند حد، ما كان ناخر مع حد، الله يسمح علينا وصافي. زيدي اختي تسمعي الخبر في الميكا ديالو، ناس باريس والنواحي اختي ديال باريس. شوفي اختي لافيش اللي كاينه لتحت، شوفي اختي مرحبا بكم اختي في واحد المعرض غادي يكون نهار، كاينه نهار 6 ونهار 7 ابريل، كاينه بالسبت وبالحد. مرحبا بكم الكويدات ديالي، غادي نكون حاضره معاكم نهار السبت نهار 6. المعرض الكويدات غادي يبدا من 11 ديال الصباح الى حتى 12 ديال الليل، يعني حتى الناس اللي غادي يكونوا خدامين تقدوا اختي تجيو حتى الليل حتى لورا الفطور تقدوا تجيو. واحد المعرض الكويدات واحد لاصال، وان شاء الله اللي بغات اختي تجي وتلاقى بيا ونتشافوا اختي ونجلسوا ونهضروا ونجمعوا. معرض اختي غادي يكون كبير ما شاء الله، وغادي تجي معايا لوجين، وغادي ندير لاختي التخليله، غادي ندير لاختي اللبسه وبالتخليله ديالها بالتنقف ديالها، واللي بغات تنقف ببنياتها مرحبا والف مرحبا. الدخله اختي غير بجوج الاورو، اي اختي الدخله اختي بجوج الاورو، اش قلت لك اختي الخبر في الميكا ديالو. وغادي يكون اختي المصور غادي يكونوا بالخصوص الناس اللي باغين تكبروا البروجيات ديالكم، كبيدات اللي باغا تكبر البروجي ديالها وباغا اختي تحطي تانتي في هذا المعرض، والناس اختي تعرفوا عليك وتولي تانتي اختي كتمشي للمعارض، مرحبا والف مرحبا. النمره كتبان لك هنايا في لافيش هنايا، وغادي نعطيها لك. اللي بغات اختي تشد البلاصه ديالها تبارك الله، البلايص راهم كيطيروا ما شاء الله ما شاء الله، حيت كيكون غادي يكون معرض كبير كبير، وغادي تحطي الا بغيتي يومين السبت والحد ان شاء الله. انا غادي نكون حاضره معاكم نهار السبت كبيدات ديالي. شوف اختي شوف انا فين ساكنه، وغادي نجي عندكم حتى لباريس. اللي بغات اختي تجي لعندنا ونتلاقى ونضحكوا مع بعضياتنا، وكما قلت لكم اللي بغات تجي تنقف بنيتها انا غادي نمشي وغادي ننقف بنيتي لوجي ان شاء الله، وغادي ندير ليها التصاورات، وغادي تكون حنايه كتكون نقافه. الناس اللي كيبيعوا الجلال بالناس اختي اللي كيديروا الحلويات، يعني اي وحده باغا تحط في هذا المعرض هذا وتعرف، كتعرفي اختي الا ما حطيتيش في المعرض يعني الناس ما كيعرفوكش. هكا اختي الا بغيتي تكبري البروجي ديالك لافيش العنوان هو كيبان لك نهار 6 ونهار 7. انا كبيدات غادي نكون معاكم نهار 6 نهار السبت ان شاء الله، غادي نكون حاضره معاكم. اللي بغات كبيدات تجي مرحبا والف مرحبا، وكنأكد الناس كبيدات اللي باغين تكبروا المشروعات ديالكم وباغين تحطوا في هذا المعرض، يعني اتصلوا بهذا الرقم هذا وريزيرفيو البلايص ديالكم. تبارك الله البلايص كيطيروا ما شاء الله، حيت كلشي باغي يحط في هذا الايفينمون، بالخصوص غادي تجي مع الناس باغيين ينقفوا بنياتهم. الناس غادي يكون ان شاء الله قرب العيد الصغير، الناس اللي باغيين يتقداو الحلويات يكونوا سيدات حاطين حلويات ديال العيد، يعني كيحطوا فيه المغاربه كاملين، جزائريين، توانسه، يعني من اي جنسيه بغيتي يا كبيده تحطي في هذا المعرض مرحبا
مرحبا والف مرحبا. واللي بغات اختي تجي وتلاقى بينا علاش لا، نشوف اختي المتتبعات ديالي ان شاء الله في باريس علاش لا، كنحماق عليكم الدخله اختي بجوج ديال الاورو. انا لافيش هي كتبان لكم البنات، لافيش هي كتبان لكم وفيها النمرة ديال التليفون مي غادي نعطيها لكم هنا. الناس ديال فرنسا 06 61 14 34 85، هي كتبان لكم في لافيش وغادي نخليكم في الاشتاغات. وما تنساوش اختي نهار السبت، اختي نهار 6 يعني السيمانه الاولى ديال شهر 4، نهار 6 جات اختي بالسبت، مي المعرض راه يحط يومين. حتى الناس اللي خدامين نهار السبت وما قدوش يجيو السبت، تقدي اختي تجي نهار الحد، يعني غادي يبداو من 12 ديال النهار الى حتى 12 ديال الليل. مهم غادي يدوز ان شاء الله، انا حاسه غادي يدوز داكشي ناضي كنادي.